بمناسبة بقى التصريحات، كانت هواد بتقول ان هنتكلم معاكم عن تصريحات كولر والشناوي. كولر كان ليه تصريح يعني في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده بالامس، اكد من خلاله على جاهزية الفريق لمباراة سيمبا. قال نحن سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع في مباراة العودة لدعم الفريق. اتكلم بطبيعة الحال عن ان اللعيبة قدموا شوط اول جيد في مباراة الذهاب، وطبعا وقف عند تفصيلة ان احنا اهدرنا العديد من الفرص، ولكن رجع وكمل وقال انه استطاع سيمبا ان يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، لكن في المجمل حققنا نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا الحالي هو التأهل الى نصف نهائي البطولة. تعالوا ناخد فكرة عن قال ايه تاني كولر في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. احنا سعداء جدا بماتش العودة، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكرة ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكرة ان شاء الله. الماتش الاولاني كان شوطه الاول احنا قدمنا فيه مباراة كبيرة جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للأسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني، كان ممكن تخلي الماتش شكل مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه، وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل. احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت اوتوميه نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 أيام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشاركه التمرين امبارح بشكل عادي جدا. يا also grundsätzlich ist mal so dass wir احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيرة كتير جدا السنة دي، احنا هنعدي غالبا 60 مباراة، عندنا اللعيبة الدولية كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فأنا مؤمن جدا بسياسة التدوير. التدوير معناه بالنسبة لي إن أنا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، أنا ما عنديش أصلا فكرة التشكيل الأساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبة كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الأفريقي فيه أحسن 8 فرق في أفريقيا، فالفرق كلها قوية، الفرق كلها مستوياتها متقاربة. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه.